دولة الإمارات العربية المتحدة إذا كانوا حاضرين معنا، وإذا كان ما مش حاضرين فنعرض المادة التي وصلتنا من نعم موجودين معكم. مرحبا، صوتي مسموع؟ نعم صوتك مسموع، وهنا قدم العرض الذي تفضلت به مدرسة المنار، نموذجية التعليم الأساسي حاتنين بنات بالشارقة عاصمة الثقافة والفنون. موجودة. في بداية حديثي أرحب بجميع، نعم في بداية حديثي أرحب بجميع الحاضرين وعلى رأسهم معالي المدير العام لمنظمة الألكسو، وكذلك الدكتور مراد محمودي أمين المجلس التنفيذي. يسعدنا المشاركة اليوم في فعاليات الاحتفال باليوم العربي للمسرح. المسرح فن الحياة والسلام والجمال، وهو إبداع فردي وجماعي في آن واحد، فن نلتقي فيه حيوية الممثل مع حيوية جمهور يحترم الفنون الرفيعة. معكم الأستاذة عائشة عبد الله الجسمي من دولة الإمارات العربية المتحدة من مدرسة المنار النموذجية للتعليم الأساسي في إمارة الشارقة. وإذا قلت إمارة الشارقة فلا تخفى عليكم هذه الإمارة، المسرح العربي أيضا، فأول هيئة عربية للمسرح انطلقت من الشارقة، ونحن لا سيما في دولة الإمارات تولي قيادتنا اهتماما بالغا بالمسرح، حيث لا ننسى مهرجان الإمارات لمسرح الطفل ومهرجان دبي لمسرح الشباب، وعلى رأسها مهرجان أيام الشارقة المسرحية التي تتنافس فيها الفرق المسرحية في الإمارات لتقديم عروضها وتحظى بقبول واستقبال جماهيري ملحوظ، إضافة إلى ما يرشح في هذه المناسبة المسرحية السنوية من أوراق بحثية ونقدية مهتمة بفن المسرح. دعونا نتوقف عند كلمة الرائد العربي والناهض بفن المسرح صاحب السمو الدكتور الشيخ سلطان بن محمد القاسمي. والأخلاق، ومن الأمانة أن نحافظ عليه، إنه رسالة. المسرح مدرسة للفضيلة والأخلاق، ومن الأمانة أن نحافظ عليه، إنه رسالة لا بد أن نهتم كيف نرسلها ولمن نرسلها وما هو محتوى رسالتنا إلى مجتمعاتنا. لهذا ولأسباب كثيرة أخرى أسست الهيئة العربية للمسرح لتكون رابطة عربية للمسرحيين يلتفون حولها ويلتقون بالمهرجانات التي تنظمها سنويا في بلد عربي، فتتجدد اللقاءات وتنضج التجارب. المهرجان التاسع انعقد في الشهر الماضي وكان في الجزائر ناجحا مختلفا مجودا وحظي بتقدير الجزائريين. لقد تواشج المهرجان مع مهرجانكم ومع أيام الشارقة المسرحية ليبني جسور المسرح العربي ويحقق بعض الخير للجميع. المسرح مدرسة لل كما أولت وزارة التربية والتعليم اهتماما بالغا بالمسرح وجعلها مادة دراسية مستقلة، حيث وضعت منهاجا للمسرح، وذلك لإيمانها الراسخ بأهميته في بناء وعي المجتمع، وينم عن نظرة مستقبلية ملهمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وإيمانه الحقيقي
بقدرة المسرح على صناعة أجيال ناهضة، وتم استحداث أول منهج لمادة المسرح في دولة الإمارات ليكون نهجاً رائداً على الصعيدين العربي والدولي. كما عزز منهج المسرح برنامج التربية المستدامة ولا تخفى عليكم أهدافها السامية، وفي ظل الظروف الاستثنائية ومع أزمة وجائحة كوفيد-19 استمر تدريس مادة المسرح من خلال التعليم عن بعد، وكذلك استمر من خلال برنامج التيمز. وستعرض عليكم الأستاذة سماء زكي فعاليات مدرسة المنار للاستمرار في هذه الظروف للارتقاء بالمسرح المدرسي، فلتتفضل. مشكورة. ساعدت اليوم كعك العيد، ولكن ينقصني شيء واحد وهو الرطب. اذهبي يا سارة لجمع القليل منه. حاضرة يا أمي. من أي نخلة سأخذ الرطب؟ الطويلة أم القصيرة؟ سأخذ الرطب من النخلة الطويلة لأن ثمارها ناضجة وطعمها لذيذ. لم تصل يدي إلى النخلة، سأحاول مرة أخرى. إنه صوت لدرجة أنه صوت الطائران اللذان كانا على جذع الشجرة المجاورة. بدأ الرطب بالتساقط. كم أنا سعيدة! سأخذ بعض الرطب لتعد أمي كعك العيد. تفضلي يا أمي، هذا هو الرطب. شكرا لك يا سارة. البيئية التي يسببها التلوث. هيا يا زهراء. لن يا معلمة، مسبب التلوث لا أعرف يا معلمة. يجب عليك أن تعرفي، فأنت تعيشين في كوكب الأرض. ساعديها يا إلياليا. هيا. حسنا يا معلمتي، إن التلوث يؤثر على طبقة الأوزون ويسبب أمراض خطيرة. والآن سأذهب إلى الزهراء وأعلمها الدرس عن البيئة.
لماذا أتيتي؟ لكي أساعدك في درس اليوم. لا أحتاج إلى مساعدتك، ماذا سأستفيد من ذلك الدرس؟ فإنه لا يفيدني في المستقبل، وأنظري كيف سأقلع الأزهار من حديقتك وسأرمي الأوساخ فيها وسأقتلع الجزر الذي زرعتيه لأرنبك. يا إلهي ماذا تفعلين؟ كيف تقومين باقتلاع الأزهار الجميلة؟ ستشوهين مطر حديقتي، ستحذر الزهور وسيحذر الأرنب. وهل هي بس لكي تزعف؟ فعلا أضعكتني. أين طعامي؟ أين طعامي؟ سأموت من الجوع، أريد طعامي، أريد طعامي. ماذا سوف أفعل الآن؟ السلام عليكم صديقتي فواغي، هل سمعت في خبر الجديد المفرح؟ عليكم السلام يا تارا، ما هو الخبر الممتع؟ الخبر الجميل أن معرض الكتاب افتتح وأنا متشوقة جدا. لا أحب معرض الكتاب والكتب، أنا أحب التكنولوجيا فقط. أعلم أنك تحبين التكنولوجيا جدا، ولكن أن الكتب مفيدة جدا للعقل حتى التكنولوجيا، ولكن بشكل آخر ليس بالألعاب. لا فكري فكري يا فواغي، لأن هناك عديد من الكتب الجميلة في التكنولوجيا، إنها جميلة جدا أنا أعلم. أحب القراءة الآن، شكرا على النصيحة يا تارا. استيقظت مها ووجدت نفسها في المخيم. ما الذي أفعله هنا؟ وماذا حدث؟ لا أذكر شيء، فقط ما أتذكره أنني كنت نائمة في سريري وفي بيتي. سأتفقد المكان لعائلة من هنا. أرجوك لا تعبر النهر، أرجوك لا تعبر النهر، خذ الحساء. This is the first time we come here. What is the matter on you? I feel scared. I don't know. I hear sounds there and there. I don't know what to do, so that's why I'm just walking like this. Okay. I know what you need to do. Sleep now.
من يقينا لا مستحيلة لا مستحيلة بالأمل آمن يقينا آمن يقينا لا مستحيلة ما دمنا نحيا بالأمل لا مستحيلة آمن يقينا لا مستحيلة لا مستحيلة بالأمل آمن يقينا آمن يقينا لا مستحيلة ما دمنا نحيا بالأمل لا مستحيلة إن عشت بالأمل ستحقق المحال بثبات ستصل أعلى من قمم الجبال انظر للحلم البعيد وتسلح بالإيمان وإرادة من حديد تجد حلمك طوع البنان قم بادر لا تمل هيا لتصنع الأمل لنجعل أرضنا بيت جميلة آمن يقينا لا مستحيلة لا مستحيلة بالأمل آمن يقينا آمن يقينا لا مستحيلة ما دمنا نحيا بالأمل لا مستحيلة كريما كالغيوم كن وردا للعطاء اسعوا فرج الهموم لا تنتظر ابدا فنا مهما مرت السنون لا تقل فات الاوان نغرس فيكونون هذه سنة الزمان فقم بعد لا تمن هيا لتصنع الامن لنجعل أرضنا بيتا جميلا آمن يقينا لا مستحيلة لا مستحيلة بالأمل آمن يقينا آمن يقينا لا مستحيلة ما دمنا نحيا بالأمل لا مستحيلة لا شيء مستحيل لنا في دنيانا لا شيء مستحيل لنا قولوا الآن ما دام الأمل فينا Even when the world is weak let's remember how to keep our faith in humanity our prayers for the ones in need We are stronger every day. We believe hope is the way. For as long as it will take, inside our heart we will say. فقم بادر لا تمل هيا لتصنع الأمل لنجعل أرضنا لكم جميلة يقينا لا مستحيلة لا مستحيل بالأمل آمن يقينا آمن يقينا لا مستحيل ما دمنا نحيا بالأمل لا مستحيل آمن يقينا لا مستحيل لا مستحيل بالأمل آمن يقينا لا مستحيل ما دمنا نحيا بالأمل لا مستحيل Thank you.
شكرا للأستاذة سمار، شكر موصول لسعادة مديرة المدرسة الأستاذة عائشة. والحقيقة نحن سعداء، سعداء بما رأيناه، سعداء بما يبذل من مجهودات على مستوى دولتنا دولة الإمارات العربية المتحدة في بناء الطفل والإنسان الإماراتي، ومن خلاله ومن خلال التجارب الناجحة في دولة الإمارات يمكن لهذه الشبكة أن تكون نافذة لإيصال هذه التجربة الناجحة وتعميمها على بقية دولنا العربية. لما لا مسرحية افتراضية عربية تجمع كل أبناء الوطن العربي بتبادل الخبرات ما بين هذه المدارس لنخرج صوتا وصورة، كلمة وأغنية، أحلى أنشودة لوطننا العربي ورسالة سامية نبيلة للعالم أجمع. نرحب بالأستاذة الدكتورة ابتسام أيوب عقاب، الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم. وأغتنم أيضا هذه المناسبة لوجه الشكر الخاص للأستاذة نرجس زواري التي صممت شعارات شبكات الأليكسو المدارس والنوادي والكراسي. كم هي جميلة هذه الشعارات عندما تنزل إلى المدارس والنوادي والكراسي العلمية. ننتقل الآن مباشرة إلى عرض دولة مملكة البحرين. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا، إذا كان لديكم مداخلة تفضلوا. نعم نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بالحضور الكريم في ثالث لقاء لنا، وكنا نستفيد ونلمس طبعا الأثر من هذه اللقاءات الثرية. أولا، أمامي باقة ورد، لكل شخص يسمعني الآن أهدي له وردة من ورود البحرين. المسرح المدرسي في مملكة البحرين هو نافذة للطلبة على الإبداع ومحاكاة مواهبهم وصقلها بشكل ريادي ضمن قواعد وأسس علمية عمل فيها اختصاصيو النشاط المسرحي على عدة أعوام ضمن برامج مدروسة في مجالات كثيرة، وبالأخص التطور الشخصي للطالب ليكون بخط متوازي مع التعليم داخل الصف لخلق حالة من التوازن المعرفي والسلوكي لدى الطلبة. ولجنة الموهبة في الخدمات الطلابية التابعة لوزارة التربية والتعليم من شأنها رفد المجتمع البحريني بطاقات وقيادات